أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.